مش عايز اقول ان عبد الله قصه مختلفه شويه. عبد الله يمكن يكون الموضوع اصعب شويه من فتحي، خلينا بنتكلم بصراحه يعني، الموضوع يمكن يبقى اصعب شويه من فتحي، لكن كل الاحتمالات موجوده. الاحتمال الوحيد اللي انا باكده لحضراتكم ان هو مش هيكون موجود هو انتقال عبد الله السعيد للزمالك، ده الاحتمال الوحيد اللي انا متاكد منه. لكن انه يجدد وارد، انه يطلع بره وارد، لكن انه يروح الزمالك ده اللي مش وارد. انا بجيب لكم الاخر، ده كلام مؤكد. يطلع بره مصر وارد جدا، لكن انه يكمل كمان في الاهلي برضه وارد جدا، مفيش اي حاجه مستبعده. يا اما السيناريو كده يا اما هيبقى كده، لكن في الاخر الناس اللي عماله تتكلم انه عبد الله هو صفقه القرن في الزمالك، لا مش هو صفقه القرن خالص.